إلى الرأي العام، تستمر دولة الاحتلال التركي بإتباع سياسة حرب المياه وتجويع الشعوب، ويستمر معها الصمت الدولي الذي لم يضع حداً لهذه التصرفات، فتجاوزت كل الخطوط في إجرامها ودون أي رادع أو ردة فعل من المجتمع الدولي. يوقف تركيا عن حدها، لأن مسألة معاهدة تقاسم مياه الأنهار مسألة مهمة في العلاقات الدولية وحسن الجوار بين الدول التي تتقاسم مياه الأنهار العابرة، وهي قضية حقوقية بامتياز، لأنها تعبر عن احترام حقوق شعوب هذه البلدان من قبل جميع البلدان المعنية. لقد بدأ الشعب السوري يعاني من نقص المياه في كل المواسم والجفاف، الذي نقص معدل الأمطار لهذا العام فاقم الوضع أكثر، فإن دولة الاحتلال التركي تجاوزت على مخصصات سوريا والعراق من مياه نهر الفرات، الذي انعكس بشكل كارثي على معيشة سكان هذه المناطق. ونحن كاتحاد فلاحين الرقة وريفها ندين ونستنكر هذه التصرفات من قبل الحكومة التركية، ونطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وحكومة بغداد وحكومة دمشق بالضغط الفاعل على الحكومة التركية للالتزام بتقاسم المياه، والنظر في حاجة المجتمعات في سوريا والعراق وعدم تهديد حياة سكانها، كما ونناشد مجلس الأمن ومنظمات المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وقرار يضع حكومة العدالة والتنمية التركي عند حدها وأخضاعها للقانون الدولي، وتحييد الشعوب ومقدراتها عن أطماع أردوغان وحربه القذرة.